دول حل سامبل تيست سنة رابعة 1 و 2 و 3. يلا السؤال الاولاني قلنا ايه؟ سؤال المس بتقول لك listen، اسمع وحط دايرة على الكلمة اللي فيها short vowels. يعني ايه short vowels سنة رابعة؟ يعني فيها حرف متحرك واحد بتنطق صوته، اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. المس بتقول الكلمتين واحنا بنسمع كويس ونحط دايرة على الكلمة الصح. سبيل وسنيز، يبقى نحط دايرة على مين؟ سبيل. سبيل عشان فيها كام حرف واحد. طيب بيت وبي، يبقى نحط دايرة على مين؟ على بيت عشان فيها حرف متحرك واحد. بج وبلو، يبقى نحط دايرة على مين؟ على بج عشان بج فيها حرف متحرك واحد. بن وبايك، يبقى نحط دايرة على مين؟ على بن. السؤال التاني اسمه listen and complete with one word، يعني اسمع لازم نسمع المس بتقول ايه ونكمل بكلمة واحدة. How much are these؟ يبقى احنا صبعنا كده على الكلمات عشان نشوف ايه الكلمة الناقصة. How much are these؟ يبقى ايه الكلمة الناقصة هنا؟ لسه بتقول ايه؟ يبقى هنا How much are these؟ يبقى نكتب كلمة مين؟ these. I need some rice، يبقى نكتب كلمة مين؟ rice. There is some shampoo، نكتب كلمة shampoo. He is reading، يبقى اكتب كلمة مين؟ read. السؤال التاني اسمه read and pick true or false، يعني نحط نقرأ الكلام ونحط عليه true في الصح و if في الغلط. شايفين الصورة؟ طيب بص بيقول ايه. There is some snow. There يعني هناك يكون some snow. في snow هنا في الصورة؟ لا. snow يعني تلج. في تلج في الصورة؟ يبقى الكلام ده ايه؟ false. طيب the girl is eating، البنت دي eating بتاكل؟ false. عشان البنت دي بتشرب. There are 9 trees، في 9 أشجار في الصورة؟ true. The man is on the boat، الراجل في المركب، يبقى الكلام ده برضو true. سؤال بعد كده اسمه read and circle the odd one، يعني اقرأ وطلع احط دايرة على الاود وان. الاود وان الكلمة المختلفة. trees أشجار، bones brick rivers نهر وباص، كلهم أشياء اللي هي في الطبيعة ما عدا مين؟ باص. بيبر يعني ايه بيبر؟ فلفل أسود. هوت صوص يعني صلصة حارة. كات قطة. وصوت يعني ملح. كلهم حاجات بتتاكل ما عدا القطة. كات فازر ودك ومزر وبرزر، كلهم يعني بني ادمين ما عدا كلمة دك. جرين جريبس براون وبلاك، جرين اخضر، جريبس عنب، براون بني، وبلاك اسود، كلهم الوان ما عدا جريبس اللي هو لا جريبس مش جريبس. طيب هنا is there space salt، في ايه ده؟ سؤال ولا جملة؟ سؤال. مين اللي بتيجي في السؤال؟ اني بتيجي في الجملة المنفية والسؤال. اني بتيجي فين؟ في الجملة المنفية والسؤال. اللي بعديه was she space in the garden، عندي حرفين جر، عندي ان وعندي ات. ان في الاماكن اللي داخل المنزل والحديقة، ات في الاماكن اللي خارج المنزل. الجاردن دي موجودة في المنزل وفي يعني حديقة المنزل، يبقى نحط حرف الجاردن مين؟ ان. يبقى was she، هل هي كانت in the garden. السؤال التالت بيقولك ماذا عن، يعني ايه ماذا عن؟ يعني what about، اسمه ايه ماي؟ what about. what about. what about. what what about. about. what about. السؤال الرابع اسمه I space call a friend yesterday، في كلمة yesterday هنا، يبقى ده زمن ماضي. بننفي ازاي الماضي؟ بننفي didn't. يبقى I didn't، انا لم اتصل بصديقي امس. طيب الصورة دي صورة ولد ماسك امبريلا وسعيد، بيقول لك هنا is he happy، هل هو سعيد؟ نجاوب yes. is. ونعمل مقص بين هي وبين مين؟ is. yes he is. طب الصورة التانية how does she go to school، يعني ازاي هي بتروح المدرسة، وصورة ايه هنا؟ باص. بنشطب how ونشطب does وننزل she goes. لازم نحط ايه هنا سنة رابعة؟ ال e s، عشان does مشي ترجع ال s. she goes to school by bus، قبل وسائل المواصلات بنحط حرف الجر مين؟ by. دي صورة شاحنة، ما هي موجودة في الكتاب شاحنة. what is this، نشطب what ونبدل. this is a truck، انها تكون شاحنة. يبقى سؤال what is this بنجاوب عليه ازاي؟ this is a truck. طيب الصورة دي بنت بتنظف، مكتوب كده what's she doing، ماذا هي تفعل. نشطب مين؟
واو وطو نشطب دو ننزل شي از كلين نحط جنب كلين ايه اي ان جي كليننج اب. في الصورة اللي عندي هنا صورة اتنين ولدين في أوضة النوم فبنقول ايه زي هما يكونوا وير ان ذا بيدروم هما يكونوا في غرفة النوم اي كان سي تو بويز او فويز اتس ا بيد انه سرير او ممكن اكتب اتس ا شير. في البنكتويشن بغير الاو بحط كومة بعد اوكي في الزاتس بحط ابوستروف جنب الاس وفي الاخر بحط ايه فول ستوب اللي هي النقطة. ده الامتحان الاول. تعالى نشوف الامتحان التاني هنقراهم تاني. عندي جلو عندي اب اخترنا مين هنا اخترنا اب عشان اب فيها حرف متحرك واحد مان وكيك هنختار مين هنختار مان عشان كيك فيها اتنين حرف متحرك احنا عايزين اللي فيها حرف متحرك واحد بوكس وهوم يبقى نختار مين بوكس بوكس فيت وكوين نختار مين فيت. طيب اي هاف سام جوس يبقى ناقصه كلمه ايه هنا جوس. They don't like videos. يبقى نحط مين؟ Like. She practices in the room. يبقى نحط كلمة ايه هنا؟ Room. Whose wallet is it? نحط كلمة ايه هنا؟ It. طيب هنشوف true or false. عندي صورة فيها ولد وولد تاني. فبيقول لك هنا there are two girls. في بنتين في الصورة. الكلام ده true ولا false? False. مفيش بنتين في الصورة. The boy is playing video games. الولد ده بيلعب video games. أيوة صح الولد ده بيلعب video games. They are sitting in the bedroom. هم قاعدين في غرفة النوم. غلط هم قاعدين في living room. The girl is calling a friend. البنت بتتصل بصديق. لا الولد هو اللي بيتصل بصديق يبقى الكلام ده برضو غلط. هنشوف اللي نطلع circle the old one. Leg رجل اي عين اير اذن وتيتشر يبقى نطلع مين تيتشر. باتر زبده فيري معديه ترين قطر واندر جراوند كلهم وسائل مواصلات ما عدا كلمه باتر زبده. باروت بغبغان كناري كناري دك بطه وبيبي كلهم حيوانات ما عدا بيبي. سكول مدرسه ميوزيوم متحف انجليش ماده دراسيه وبيكري مخبز نبقى نحط مين نحط نشيل انجليش عشان كلهم اماكن. وخدنا السؤال ده اللي هو ماذا عن اسمه ايه ماذا عن what about what about some strawberry ice cream. بعديها let's بعد let's بيجي الفعل في المصدر يعني ايه مصدر يعني ما فيهوش اي ان جي وما فيهوش اس يبقى نحط مين let's call. hey don't do that hey don't do that دي في المحادثه تتحفظ لا تفعل هذا. have the wrong number عندي هنا have واليو بتاخد have لكن الشي والهي بياخدوا has. هنشوف السؤال ده عندي سلة كمامة وتحت الشجر فبيقول لك هنا where is it اين تكون هنشطب where وننزل it's under the tree انها تحت الشجرة. how much are these كم ثمن الشامبو ده نشطب how ونشطب much وننزل those تبقى they are رقم كام ده 15 باونز. طيب where is the teacher فين المدرس المدرس في المدرسة يبقى نشطب where ونقول the teacher is at school. do you have address هل عندك فستان طالما سؤال بدون جاوب عليه بمين yes او no نعمل نقص اليو تتحول ل اي يبقى yes I do. الصورة دي صورة ماما وعندها اتنين في المطبخ هنقول she was in the kitchen هم هي في المطبخ. I can see kids أنا شايف أطفال. she is my mother هي تكون أمي. هغير ال في let's والأبوستروف بتاعة الاس والام بتاعة Monday في الآخر في الستوب. آخر امتحان عندي تون وكب يبقى اختار مين كب. بيد وفيت بيد نايت وتن تن تن فوكس وكوت فوكس. thank you so much يبقى ناقصه كلمه مين هنا thank. they brush their teeth يبقى ناقصه كلمه مين brush. I have some money يبقى ناقصه كلمه مين some. he doesn't like cookies يبقى حط كلمه like. طيب في الصوره دي عندي هما في المطبخ يبقى they are in the kitchen الكلام ده ايه true. the girl is baking cookies البنت بتطبخ cookies الكلام ده غلط false. there are hot sauce في hot sauce ومشرومز في hot sauce هنا ومشرومز على الشوراب يبقى صح. the boy is eating spaghetti الولد بياكل spaghetti الكلام ده غلط. cookies
ساندويتشز كيز وسيريال. هنختار مين؟ كيز عشان كلهم بيتاكلوا مع ده كلمه كيز. دوج كلب وكات وجيرل وبات خفاش. نطلع جيرل عشان كلهم حيوانات. جراج هول صاله جاردن حديقه وسولت. نطلع سولت عشان كلهم اماكن. كاب اللي هو القبعه. تو سبيس معجون اسنان. شامبو سوب كلهم اشياء بنستخدمها ما عدا كلمه كاب حاجه بنلبسها. هوز والت از ذس. ذس بتاخد مين يا ماي؟ از. ذس بتاخد از لكن المفرد ذس للمفرد وذس للجمع. نخلص دول. He spaced his hand yesterday. في yesterday هنا يبقى لازم نحط الفعل في ed. Space was in the restaurant. مين اللي تاخد was؟ ال I he she وال is. Space much are these. يبقى how much are these. الصورة دي صورة سمكة. بيقول what does she like, what does he like. نشطب what ونشطب does بس ما ننساش ال s وننزل he likes fish. What do you want to eat? I want to eat bread. ماذا تريد أن تأكل؟ What does he have? هو عنده إيه؟ نشطب what ونشطب does نكتب he has an apple. Is it a kitchen? The kitchen أو دي تقريبا دي بلم اللي هي it's a plum اللي هي البرقوقة. It's a plum. بعد كده is it a kitchen؟ ده صورة kitchen يبقى جاوب مين؟ yes it is. عندي صورة ماما في المطبخ. هقول ايه؟ هقول they where هما يكونوا هما كانوا in the kitchen. هي بتطبخ cookies يبقى she baked يعني خبزت cookies. He is a boy أو مثلا نقول he likes هو بيحب cookies. كل دول صح. البنكتويشن نغير الان نحط كومة هنا ونحط أبوستروف بتاعة النوت نحط في الآخر full stop.